طرق الاوتو ترانسفورمر على التو وايدنج، انه عندي التو وايدنج ما بها ربط كهربائي، هذه بها ربط كهربائي. عن طريق هذه نقطه الكمن اللي هي موجوده عندي بين البرايمري والسكندري، انا اسوي لي ربط كهربائي. اذا انا ما احتاج بها نسبه التحويل حتى احول مقاومه ريفير تو برايمري او ريفير تو سكندري، ولازم اضربها بنسبه التحويل للفولتيه او للمقاومات اللي بنسميها احنا الامبيدنس ترانسفورميشن. هنا انا ما احتاج، هنا انا احتاج انه اقسم التيار اللي راح يجيني من الانبوت، بيتوزع التيار عندي على البرايمري وعلى السكندري ايش قد نمبر اوف تيرنز مالتها. هذه حيصير بها ربط انتكتف. ليش؟ لانه انا اصلا عندي تيار راح يمر الملفه، عندي ربط كهربائي اللي قلنا حيعتمد على البوتنشال فولتج، يعني ايش قد عندي اني يصير عندي فرق الجهد سمي. اجي هنا أنا اشوف، عفوا، هذه صورة توضع عندي السيت اب ترانسفورمر، وهذه توضع عندي ستيب داون ترانسفورمر. ستيب اب ترانسفورمر تصير عاده عندي من اسم ستيب اب، انه احنا قلنا نعتمد على السكندر. من اشوف اني نمبر اوف تيرنز مالتي السكندري اعلى من نمبر اوف تيرنز مالتي برايمري، اذا هذه محوله رافعه. اذا صارت عندي نمبر اوف تيرنز مالتي السكندري اقل من البرايمري، هذه محوله خافضه. شلون يصير؟ هنا نقطة الكمن، هذه المنطقة من أي إلى بي تعتبر برايمري، هذا الآي 1 هذا البي 1. وهنا أنا عندي أنا حصل من السي إلى البي كلها تعتبر سكندري، يعني ما يعتبر هذا الجزء منه أي سي هو بحدة سكندري، لا، من الأي إلى السي راح يعتبر كلها سكندري. بيصير عندي النمبر أوف تيرنز هنا أعلى، صارت هذه محولة رافعة. المحولة الخافضة شو يصير؟ بالعكس، يخلي الكمل بالاتجاه المعاكس، ممكن يخلي الكمل بالاتجاه الثاني، هنا تبقى هاي رافعه ايضا، وراح يصير هذا الجزء النمبر اوف مال البرايمري تيرنز مالتها هو اي بي، وهنا عندي سي بي راح تصير مال السكندري، فتصير المحوله هنا عندي هالحاله خافضه. راح اخذ شغله جديده هسه، راح ابدي انا بالاوتو ترانسفر، يمنع لها استخدامات خاصه. اولا هي كفاءتها اعلى، استهلاكها للنحاس اقل، مثل ما احنا نسميها انه بها فاسيليتي، انه ممكن نغير الفولتيه. الفولتيه تبدي من الصفر، اسوي لها عمليه تغيير الى مثل ما تشوف هنا بالصوره. انت ممكن بهذا نسميه احنا التايمر، تحركه بهذا المفتاح تغير الفولتيه من الصفر الى قيمه معينه، اذا تستخدم ضبايرك انك كمغير وطي. لكن ليش ما نستخدمها بدل التو وايدنج؟ ما نقدر نستخدم بدل التو وايدنج ليش؟ لانه هي تستخدم بالفولتيات اللي نسميها احنا مو عاليه. اما نقل الطاقه، نقل الفولتيه من جزء الى جزء، مثل ما يصير بالهاي تنشن عندنا الضغط العالي، ابراج الضغط العالي وغيرها، نقل الطاقه، هاي ممكن نستخدم بها الاوتو ترانسفورمر. هذه ممكن استخدام الرئيسي لها عاده يستخدم بالستارتنج مال اندكشن موتور والسكنرايز ماشين موتور، انه قلنا يبدي الموتور اول ما يشتغل يراد ستارتنج عالي، عزم عالي حتى يبدي يعطيني في صعد التيار عنده، يستخدمون المحوله الى ان يثبت يستقر، تفصل المحوله عنه، هو يكمل شغله. اليوم راح ناخذ هواي شغلات. اول فرق احنا قلنا بيها شغلتين، الشغله اللي عندي تكون عندي شغله الريتنج ترانسفورميشن، يعني ايش قد عندي اني نسبه التحويل راح تصير، مو نسبة التحويل اقصد بها اي واقصد بها كي، لا، هنا انا راح احصل تحويل للطاقة. احنا قلنا المحولة هي محول طاقة، جهاز ينقل طاقة من جهة إلى جهة معينة، لو زايدة لو ناقصة لو مسوي لها ريجوليشن، هاي اتفقنا عليه. لكن في حالة اوتو ترانسفورمر اشوف شنو الفرق فيها، ايش راح يصير عندي؟ انا مو عندي التحويل راح يصير هنا اندكتيف، وعندي تحويل راح يصير عندي كونتكتيف، يعني تحويل توصيلي وتحويل نسميه حثي الاثنين. الفرق الثالث اللي موجود بيها راح اشوف الريتنج يسميها الريتنج باور الموجوده ايش قد راح تكون عندي. الشغله الثالثه اللي هي اهم شيء انه ايش قد سيفنج او كبر، ايش قد راح تبدي تسوي لي سيف كبر سيفنج، انه تقلل قيمه النحاس. احنا قلنا ديك المحاضره النحاس كلش غالي، يستخدمون باللف عاده، استخدم الكبر اللي هو النحاس. اذا النحاس قيمته غاليه يحاولون قدر الامكان يستخدمون اقل كميه من عنده، بحيث انه ما يصرف هوايه ويحصل كفاءه جيده من المحول. الاوتو ترانسفورمر فيها كبر سيفنج عالي افضل من التو وايدنج،
هذه راح اجيها بعدين، راح اجيكم اني هسه مباشره راح ابدي اخذ الباور ترانسفير، انتقال القدره عندي بالاوتو ترانسفير. قلنا احنا ما انه هي بها ربطين، ربط كهربائي ربط الكتروماغنتي، بس ما احنا نقول انه عندي اني الباور انبوت راح تكون عندي الكتروماغنتيك اندكشن ونحاسيه كهرباء مغناطيسيه، او تكون كونتاكتيشن يعني انه تعتمد عليه من على الوايدنج وعلى الالكتريكال كونكتد. راح نشوف هاي كروح دائما على شلون تصير. راح اخذ هذه الدائره هاي اوتو ترانسفورم، هذا ملف واحد، هذا عندي الكمن، هذا الجزء صار للسكندري الان 2 وبي في 2، وهذا الجزء صار عندي الان 1 والبي 1 والبرايمري. عندي اول ما نبدي احنا قلنا باي دائره كهربائيه اتبعوا التيار، راح اجي للتيار. التيار مر عندي من الاي 1، الاي 1 دائما هو اللي يمر التيار. ليش؟ ليش دائما ناخذ التيار الاي 1 هو اللي يمر عندي واتبعه شباب؟ هو الريفرنس ايه الوقت ليش؟ لانه الريفرنس هو غير نفس الدائره من بدايتها من دخول المصدر من السبلاي من السبلاي عشان كذا، لانه انا عندي بالبرايمري دائما البرايمري هو بالسبلاي، السكندري بيلود، فدائما انا عندي الاي 1 هو اللي دي يجي عندي من السبلاي، يجي الاي 1 يمر بالملفات هنا يوصل النقطه في الكمن المشتركه راح ينقسم عندي الى اي 2. انا هنا المفروض يصير هي اي 2 ناقص اي 1 حسب ما موجود بالكتاب، انا سويت لكم اياها اي 3 للتبسيط، لانه من تبدي تشتق انت اي 1 تعوض اي 2 ناقص اي 1 وتعوضها تصير واي، بس خليتها اني اعتبرتها اي 3. اذا صار عندي الاي 1 هو شنو؟ هو عباره عن اي 2 زائدا اي 3 زائدا اي 3، والاي 3 اصلا هو الاي 2 ناقص اي 1، هاي حسب قانون كرشوف احنا ماخذين. اذا راح ابدي اشوف عندي اني الاي 2 هنا هو الاي 1 زائد اي 3، اعتبر الاي 2 اللي جاي عندي هنا هو هذا الخارج عباره من الاي 1 يجي ويا من هو زائد الاثنين يجون نفس الاتجاه، اذا صارت الاي 2 هي مجموعه ابدي اعوض عنها بالنسبه للملفات. بما انه التيار يمر عندي بالملفات راح اشوف الان 1 في الاي 1 يساوي الان 2 في الاي 2، هاي اني عندي النسبه، راح ابدي اعوض بدل الاي 1 هنا الاي 2 على هاي النسبه اللي عندنا الاي، احنا الاي 2 على الاي 1 يساوي الان 1 على ان 2 وتساوي الاي. انت تجي تعوض بدلا من الان 1 اي 2 هنا بهاي القيمه اللي هي اي 1 زائد اي 3، تطلع عندك الاي 3 على اي 1 كنسبه تساوي الاي.